عايز اكلمكم عن يعني يقولوا طفل ولا صبي لانه عنده 11 سنه يعني اسمه عمرو محمد كمال. وبعد مطارده بالرصاص في طريق السويس اجهزه الامن اعادت الطفل المختطف لاهله. الضحيه عمرو الحقيقه كان مطلوب لاطلاق سراحه مبلغ كبير جدا خيالي يكاد يكون 3 مليون جنيه. وطبعا يعني اكيد الاسره يعني لم يكن بمقدورها دفع هذا المبلغ الخيالي، وبالتالي تدخل الامن وقدر بعد قصه ومطارده مثيره للغايه ان هو يطلق سراح هذا الطفل او هذا الفتى 11 سنه، يبقى فتى طبعا المختطف. تعالوا نشوف الاول ونتكلم طبعا مع اسره عمرو، والدته ووالده، ونشوف طبعا ظروف الموضوع مشي ازاي. بس تعالوا الاول نتفرج على مقطع الفيديو ونرجع نتكلم تاني. يا نهار اسود، يا رب يخليك لي. ربنا يخليك.